أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل 3 فلسطينيين في هجوم للقوات الإسرائيلية عليهم غرب نابلس. ووقع تبادل لإطلاق النار بين القوات الإسرائيلية وفلسطينيين في منطقة عسكرية خاضعة للسيطرة الأمنية الإسرائيلية بالقرب من نابلس شمال الضفة الغربية. هذا ونشر الجيش الإسرائيلي صورا قال إنها لأسلحة الفلسطينيين 3 الذين قتلهم من منطقة صرة في نابلس. مراسل الحدث خالد القاسم، معلومات أكثر عن يعني قتل الجيش الإسرائيلي لهؤلاء الفلسطينيين وعن رواية الجيش التي روج لها. نعم محمد، نحن نتواجد الآن بالقرب من الحاجز العسكري الذي يقول الجيش الإسرائيلي بأن الفلسطينيين 3 الذين قتلهم بالرصاص أطلقوا النار على هذا الحاجز فجر اليوم واستشهدوا في المكان الذي نقف به. رواية الجيش الإسرائيلي يقول بأن مركبة تقل 4 مسلحين فلسطينيين أطلقت النار على الحاجز وجرى اشتباك مسلح مع القوات الإسرائيلية الموجودة ما أدى إلى مقتل 3 فلسطينيين وإصابة الرابع، ومن ثم تم اعتقاله. لا رواية فلسطينية، لأن كما تشاهد المكان هو في الطريق العام الواصل بين مدينتي أو محافظتي نابلس وقلقيلة، يخلو من المنازل وعلى ما يبدو كان خاليا أصلا من المارة حتى هذه اللحظة. لا شهادات لشهود العيان حول ما جرى سوى الرواية الإسرائيلية. هذا الشارع عادة والمنطقة والحاجز الموجود فيه، يعني هل نتحدث عن شريان أيضا يعني رئيسي لمرور الفلسطينيين فيه، وبالتالي يخشى بعد هذه الحادثة مثلا حادثة مقتل الفلسطينيين أن يعطل الجيش كعادته حركة الفلسطينيين؟ لا، هو لا يحتاج إلى أحداث معينة. كلما خطر بباله أو كلما كانت هناك أحداث في الضفة الغربية يقوم الجيش الإسرائيلي بإغلاق هذا الحاجز، وهو الطريق الوحيد بين مدينتين نابلس وقلقيلية والأقرب والأسرع. هناك طرق ثانية ولكنها تأخذ الكثير من الوقت. بالمناسبة الحاجز هذا الذي يقطع الشارع ما بين مدينتين نابلس وقلقيلية أيضا هو يؤدي إلى اليمين باتجاه مدينة طول كرم، وإلى اليسار باتجاه بلدة حوارة حيث تقع مستوطنة يتصار التي يهاجم غالبا مستوطنوها السيارات والمركبات والمحال التجارية في مدينة حوارة. ها المرور الآن يعني بعد هذه الحوادث عن الحواجز العسكرية الإسرائيلية، كم بات محفوف فعلا بالمخاطر؟ يعني هناك دائما خشية من الاقتراب من الحواجز العسكرية الإسرائيلية، وخاصة تلك التي لا يعتاد الفلسطينيون على وجود الجيش بمحيطها. فجأة مثل حاجز شاف شمرون، مثل هذا الحاجز ليس طول الوقت هناك جيش. معظم المركبات الفلسطينية تمر بسرعة من عند هذه النقطة، وغالبا ما تكون هناك مفاجأة بوجود حاجز عسكري أو بإطلاق النار بحجة محاولة الدهس بقية الحواجز. حتى هذه اللحظة كما تشاهد الحاجز هنا غير مغلق الآن، أغلق لعدة ساعات منذ وقوع العملية حتى تم إخلاء المنطقة من القتلى والجرحى واعتقال عدد من الفلسطينيين، لكن الحاجز بشكل عام الآن سالك ولا تواجد للجيش الإسرائيلي عليه أصلا.